بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. التوحيد مثل قضية الأسماء والصفات، مثل قضية الربوبية، مثل قضايا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، مثل قضية الإيمان باليوم الآخر، لابد أن تكون في منزلة مساوية لهذه المسائل التي هي ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا بها. قضية الحكم بما أنزل الله اشتد الخلاف فيها في العصور المتأخرة، ولم يكن ظهر خلاف حقيقي قبل ذلك، يعني ظهر الخلاف مع دخول القوانين الأجنبية، مع دخول القوانين الغربية، بداية من الاحتلال الفرنسي ثم الاحتلال الإنجليزي. وطبعا كانت إنجلترا وفرنسا هما زي فارس والروم كده، يعني دولتان متنافستان على باقي دول العالم. وسبحان الله، قضية المنافسة تكون منافسة لأجل المصلحة الشخصية، فإذا كانت المنافسة على دولة من دول الإسلام مثلا، يختفي التباغض بين دول الكفر. يعني مثلا إنجلترا لما دخلت مصر بعد ذهاب الاحتلال الفرنسي أبقت على القوانين الفرنسية الموجودة في مصر، مع إن إنجلترا بتنافس فرنسا، مع إن المفروض أن هذه دولة تنافس المملكة الأخرى، تنافس الدولة الأخرى، تريد أن تقضي عليها، تريد أن تكون هي العليا، زي المنافسة بين أمريكا وروسيا تماما. إذا كانت الأمور شخصية يكون في منافسة، فإذا كانت على حساب الإسلام يكون الاتحاد على حساب الإسلام. ظهر الخلاف في هذه القضية بعد دخول الاحتلال الإنجليزي إلى مصر. بعد دخول الاحتلال ظهر بعض من يجوز أو من يبرر، أقول يبرر، وجود هذه القوانين، وبعض المشايخ الذين تكلموا في أن هذه القوانين من باب المباحات. طبعا كان في فتوى منسوبة للشيخ محمد رشيد رضا يقول هذا الكلام، أن هذه من باب المباحات التي يجتهد فيها الحاكم في تحقيق العدل، فحيثما وجد العدل فثم حكم الله. المفروض العكس، المفروض حيثما وجد حكم الله وجد العدل، يعني حكم الله يأتي بالعدل، وليس أن نجتهد في تحقيق العدل بعقلي فأقول ما دام هذا هو العدل. ولو كان يقولون التساوي في الظلم عدل، فهل هذا هو حكم الله؟ لا، حكم الله هو تحكيم قوانين الله، إن جاز التعبير، تحكيم الكتاب والسنة في حياة الناس. إن شاء الله هنتكلم خطوط عريضة في قضية الحكم، ثم نتكلم عن أشهر الشبهات الموجودة في هذه القضية. بداية، قضية الحكم بما أنزل الله هي إحدى مسائل أصول الإيمان، مرتبطة ارتباطا وثيقا بأركان الإيمان. ظهر خلاف في حول كلمة الحاكمية، حول مشروعية مصطلح الحاكمية، ومشروعية تقسيم جعل الحاكمية قسيم لأنواع التوحيد. هذا الخلاف لم يكن ينبغي أن يكون بهذا القدر، يعني الخلاف حول مصطلح الحاكمية زي الخلاف على أي مصطلح ما دام لم يبنى عليه حكم شرعي. يعني إحنا نقول مثلا أن أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، هذا التقسيم ليس عليه دليل شرعي، إنما هو تقسيم اصطلاحي لأجل التيسير، مثل تقسيم أحكام الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن وغير ذلك، تقسيم العلوم إلى علوم قرآن، علوم حديث، تفسير، فقه، هذه تقسيم العلوم لأجل تيسير الدراسة فقط.
فإذا قلنا إن التوحيد ينقسم إلى توحيد أسماء وصفات، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، ليس معنى هذا أن هناك نص شرعي على هذا التقسيم. ففي فرق بين التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي. التقسيم الشرعي، الشرع أتى بالتقسيم نفسه، الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل فيه كبائر وفيه سيئات صغائر، فما ينفعش حد يخالف هذا التقسيم، لأن هذا تقسيم شرعي. الشرع قسم الذنوب إلى شرك وما دون ذلك، وقسم ما دون الشرك إلى كبائر وصغائر، فهذا تقسيم شرعي لا يجوز المخالفة فيه. والتقسيم الشرعي مبني عليه أحكام، يعني الشرك له أحكام غير أحكام ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف التقسيم الاصطلاحي. التقسيم الاصطلاحي لا يبنى عليه حكم، فإذا بني عليه حكم صار بدعة. لو قلنا أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع ما فيش مشاكل، الدين ينقسم إلى أصول، نقول مثلا الأصول هي مسائل الاعتقاد والفروع هي مسائل العمل، مع أن هناك من الفروع ما هو مساوي لبعض مسائل الاعتقاد مثل مسائل الصلاة مثلا. فإذا قسمنا الدين إلى أصول وفروع فمعنى ذلك معنى هذا التقسيم أنه تقسيم للإصطلاح فقط، أهل كل فن يصطلحون فيما بينهم على تقسيم معين، زي مثلا تعريف الصحابي عند الأصوليين اختلف عن تعريف الصحابي عند المحدثين، ده اسمه الاصطلاح. تقسيم الاصطلاحي معناه إن أهل الاصطلاح اصطلحوا فيما بينهم، أهل الفن اصطلحوا فيما بينهم على تقسيم معين لا يبنى عليه أي حكم شرعي. كيف يبنى عليه حكم شرعي؟ لو قلنا مثلا التوحيد ينقسم إلى أسماء وصفات وربوبية وألوهية، ويعذر بالجهل في الأسماء والصفات ولا يعذر في الألوهية، يبقى هنا حبني حكم على تقسيم أنا اللي وضعته، أنا اللي وضعت هذا التقسيم، أنا الذي قلت التوحيد كذا وكذا وكذا. ما فيش نص عندي من الدين فيه إن التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، لكن بالنظر في الأدلة إن في أدلة متشابهة في الربوبية تتكلم في الربوبية، أدلة في العبادة في الألوهية، أدلة في الأسماء والصفات، فجمعنا هذه الأدلة وقلنا أن هذا توحيد الأسماء والصفات، وجمعنا الأدلة الأخرى وقلنا أن هذا توحيد الربوبية، والأدلة الأخرى هذا توحيد الألوهية. فإذا قلت أن هذا النوع، النوع الأول من خالف فيه كفر، والنوع الثاني من خالف فيه يعذر، وأنا وضعت حكم شرعي والأحكام الشرعية من عند الله عز وجل، فالحكم الشرعي ينبني على تقسيم شرعي لا ينبني على تقسيم اصطلاحي. كل ده كل الكلام علشان في بعض الناس مسك اسم الحاكمية وجعل منها بدعة، أنكم ابتدعتم في الدين وأن الحاكمية بدعة وأن التوحيد ثلاثة أقسام فقط. يصح هذا الكلام إذا كان هذا التقسيم تقسيم شرعي، بني الإسلام على خمس، ما ينفعش يكونوا ستة، بني الإسلام على خمس، أي أركان الإسلام خمسة، لو زودت ركن ثاني في بعض الروايات في زيادة على الخمسة، يعني بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تحج وتعتمد، وفي رواية أن تغتسل من الجناب. فهذا الدليل، ده دليل ممكن يرجع هذه الأمور إلى ما سبقها، أن تحج وتعتمر داخلة في الحج، وأن تتوضأ وتغتسل من الجنابة ممكن تكون داخلة في الصلاة. فبيرجع في النهاية لأركان الإسلام خمسة برضو، أركان الإيمان ستة، فما ينفعش أن أزعم أنها ما دون الست أو أكثر من الست. فأركان الإسلام وأركان الإيمان دي تقسيم شرعي وليس اصطلاحي. فالتقسيم الاصطلاحي مثل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. طيب لو افترضنا أن أنا قلت التوحيد أربعة أنواع وأضفت توحيد الحاكمية، لا أنا مش معترف بتقسيم التوحيد أصلا،
مفيش توحيد ألوهية ولا ربوبية ولا أسماء وصفات، لكن أنا سأعمل بأدلة الكتاب والسنة كما جاءت. هذا ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون من بعدهم. لم يكن هناك اسم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كأنواع مقترنة في أنواع التوحيد، لكن ظهر هذا التقسيم فيما بعد ذلك، وظهر كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. الإمام ابن القيم نفسه له كلام أن التوحيد نوعان: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل يدخل فيه أنواع التوحيد ثلاث، وتوحيد المرسل اللي هو توحيد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة والطاعة، لا يتبع في شريعة إلا شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى الكلام إحنا لو قلنا أن التوحيد ثلاثة أنواع، إذن كلام الإمام ابن القيم بدعة. فهذا الكلام تقسيمات الاصطلاحية لا يجوز أن يقال عنها بدعة إلا إذا بني عليها حكم شرعي. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ورد في كلامه أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، ورد في كلامه إنكار هذا التقسيم، لكنه أنكر هذا التقسيم لما رد على المعتزلة الذين فرقوا بين الأصول والفروع في مسألة العذر بالجهل، في مسألة العذر بالجهل، فرد عليهم في هذا في ذلك لكي يبين لهم أنه لا فرق في الأحكام بين الأصول والفروع. إذا تكلمنا عن الأحكام فلا يجوز أن نستحضر التقسيمات الاصطلاحية التي وضعها الناس ثم نجعل هذه التقسيمات هي أدلة الأحكام. المفروض العكس، المفروض الأدلة هي التي يستنبط منها التقسيمات، وليس التقسيمات هي التي يستخرج منها الأدلة. سواء قسمنا التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة، بعض العلماء يقول اثنين: توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد وطلب، أو ثلاثة أنواع: توحيد أسماء وصفات، أو توحيد ربوبية، أو توحيد ألوهية، أو أربعة أنواع وأضفنا توحيد الحاكمية، فلا مشاحة في الإصطلاح، وإن كنا نفضل أن يبقى ما هو مشهور على ما هو عليه. إن التوحيد ثلاثة أنواع، خلاص ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، لكن منزلة الحكم بما أنزل الله لا تقل عن أي مسألة من مسائل التوحيد، بل الحكم بما أنزل الله يدخل في كل أنواع التوحيد، في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. طبعا احنا هنتكلم يدخل في هذا النوع، نذكر الأدلة إن شاء الله على ارتباط الأسماء والصفات بالحكم، وارتباط الربوبية بالحكم، وارتباط الألوهية أيضا بالحكم. بداية، أرسل الله عز وجل الرسل بالدعوة إلى التوحيد بشموله، فقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله كل أنواع العبادة، والنهي عن كل أنواع الشرك المخالف لذلك. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فدعوة الرسل دعوة شاملة لكل أنواع العبادة، كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة، لا فرق بين عبادة وعبادة. فإذا تقربت بالصلاة إلى الله عز وجل فلا فرق بين ذلك وبين التقرب إلى الله بالذبح أو النذر أو الحلف أو غير ذلك من العبادات التي كلها لابد أن تصرف لله عز وجل. ولذلك دعوة الرسل جاءت شاملة لكل أنواع التوحيد. قد يكون قوم معينين خالفوا في صورة من صور الشرك، فيأتي النبي فينهاهم عن هذه الصورة، كما كان من قوم نوح عليه السلام أنهم
عبدوا الصور والتماثيل، فجاء نوح فنهاهم عن هذه الأمور. قوم إبراهيم عليه السلام عبدوا الأصنام فجاء فنهاهم عن ذلك. قوم موسى عليه السلام، كانت رسالة موسى عليه السلام استنقاذ بني إسرائيل من فرعون، هذه الهدف الأساسي، ودعوة فرعون إلى التوحيد كهدف بجانب الهدف الأساسي لشريعة موسى عليه السلام. لكن لو نظرت إلى بعض الأقوام الذين خالفوا في مسائل التوحيد ووقع منهم الشرك، قد لا تجد هذه الصورة عندهم، مثل قوم شعيب عليه السلام. لم يذكر الله عز وجل، أو ذكر الله عز وجل في قوم شعيب معصية مشهورة، وذكر في قوم لوط معصية اشتهروا بها، وذكر في قوم إبراهيم عبادة الأصنام. فيأتي بعض الناس يقول أن دعوة الرسل أصلا جاءت في النهي عن شرك الدعاء، جاءت في النهي عن شرك الدعاء، دعاء غير الله عز وجل. لو قلنا ردا على هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، فكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل فهو دعاء. لكن حتى لو نظرنا إلى أحوال الرسل لوجدنا أن بعضا ممن ذكر الله عز وجل لم يذكر عنهم أنهم كانوا يعبدون الأصنام، مثل قوم لوط، مثل قوم لوط عليه السلام. فذكر الله عز وجل عن قوم لوط عليه السلام أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين، ومع ذلك حكم الله عز وجل عليهم بالكفر. لماذا حكم الله عز وجل عليهم بالكفر مع أنهم لم يكونوا يعبدون الأصنام، لم يكونوا يعتقدون بوجود آلهة مع الله عز وجل؟ قد تكون هذه الصورة كانت موجودة، لكن لم يذكر الله عز وجل عنهم ذلك. الحكم الذي ذكره الله عز وجل عنهم في القرآن أنه حكم عليهم بالكفر والشرك لأنهم فعلوا هذه المعصية، لكن فعل هذه المعصية لم يكن فعلا مجردا، وإنما كان فعلا مقرونا برد أمر الله عز وجل. فالتسليم والانقياد وطاعة الله عز وجل لا تختلف عن دعاء الله عز وجل. طبعا هذا الكلام سنذكره بعد ذلك أيضا. فدعوة التوحيد دعوة شاملة لكل أنواع العبادة. الحكم يرتبط بالأسماء والصفات. الله عز وجل من أسمائه الحكم، من أسمائه أحكم الحاكمين. هذه أسماء لا ينازع فيها الله عز وجل. لما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وفد من الذين قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدهم يكنونه أبا الحكم. كان هذا الرجل مشهورا بأنه يصلح بين المختلفين، فرجل حكم فيكنونه أبو الحكم. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا يكنونه أبا الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين بحكمي، ولذلك أطلقوا عليه أبا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير هذه الكنية، فقال له ماذا لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فغير اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح. لماذا؟ لأن مجرد المشابهة في الاسم فقط منهي عنه. مثلا اسم الرحمن، اسم الرحمن يقول العلماء أنه من الأسماء التي اختص الله عز وجل بها، لا يسمى بها غيره، بخلاف اسم الرحيم. اسم الحكم من الأسماء التي اختص الله عز وجل بها.
لا يسمى بها غيره. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي بقاضي القضاء، عن التسمي ليه؟ لأنه فيه مشابهة بصفة من صفات الله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل الذي يتضمن صفة الحكم. توحيد الحكم يدخل أيضا في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يظهر ذلك في الحديث المشهور حديث عدي بن حاتم أنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم؟ قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة غير الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة له. وقرن الله عز وجل بين اتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباب، واتخاذ أو اتخاذ النصارى لرهبانهم أربابا، وبين اتخاذهم للمسيح ربا، مع أن هذا النوع يختلف عن هذا النوع. هم كانوا يدعون المسيح ابن مريم وكانوا يتوجهون إليه بالعبادة، لكن ما كانوا يدعون الأحبار والرهبان ولا كانوا يتوجهون إليهم بالعبادة. ولذلك ظن عدي بن حاتم أن مفهوم العبادة هو الركوع والسجود، فقال يا رسول الله ما كنا نعبده؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام شمولية مفهوم العبادة، لأن العبادة ليست قاصرة على الصلاة ولا على ركوع وسجود ولا على دعاء غير الله، دعاء الله عز وجل، وإنما العبادة كل ما يتوجه به إلى الله عز وجل مما يحبه ويرضاه. فطاعة الله عز وجل عبادة، فإذا أطيع غير الله صارت عبادة لغير الله. على فكرة ده كده احنا كده هندخل في كلام الخوارج، إذا أطيع غير الله صارت، ده كده كلام الخوارج، علشان بعض الناس احنا كده دخلنا في شبهة. بعض الناس يقول لك ما انتوا كده بتقولوا كلام الخوارج، فعلا ان طاعه غير الله عباده لغير الله. الطاعه في التحليل والتحريم. ولذلك الشيخ محمد الامين الشنقيطي ذكر هذا الكلام في قول الله عز وجل الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، فذكر ان ذلك هو طاعه الشيطان في التحليل والتحريم. فطبعا كلام الخوارج ان الله عز وجل فرض طاعته، فإذا أطعت غيره صار ذلك بمثابة عبادة غيره. ولذلك كل المعاصي عندهم، كل الكبائر عندهم من باب الكفر. ونحن نفرق بين ما هو معصية وما هو معصية من باب تبديل التحليل والتحريم، تحريم الحلال وتحليل الحرام. هذا الحديث أصل في التوحيد ينبني عليه أن مسألة الحكم تدخل في الربوبية وتدخل في الألوهية أيضا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فجعلهم أربابا لأنهم شرعوا لهم ما يخالف شرع الله عز وجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم، فذلك من توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. فالحديث يدل على إن الحكم بما أنزل الله يدخل في توحيد الربوبية ويدخل أيضا في توحيد الألوهية. يدخل في توحيد الربوبية من جهة التشريع، من جهة الاعتقاد، اعتقاد أن غير الله له أن يشارك الله في حكمه. وفي توحيد الألوهية من جهة التحاكم إلى هذا الشخص، مثل التوجه إلى السحرة والكهان، اعتقاد أن الساحر يضر وينفع أو الكاهن يضر وينفع أو يعلم الغيب، شرك في الربوبية. فإذا توجه إليه الإنسان وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل صار شركا في الألوهية مع الشرك في الربوبية. الله عز وجل أخبر عن تفرده بالخلق والرزق والتدبير،
أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. فقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هذه الآية والآيات التي بعدها ذكرت كل أنواع الربوبية، لكن فصلت بعض الأنواع عن غيرها. في هذه الآيات ذكر الله عز وجل مجموعة أنواع من الربوبية، ثم ذكر نوعا في آية ونوعا آخر في آية أخرى. ذلكم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. دي مجموعة أنواع. ثم قال الله عز وجل: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. طيب، لماذا جعل الله عز وجل إعادة الخلق في آية والهداية في آية ولم يجمعهما مع باقي أنواع الربوبية في الآية الأولى؟ الآية الأولى ذكرت بعض أنواع الربوبية، ذكرت الخلق والرزق والملك، ملك السمع والأبصار وتدبير الأمر. الآية الثانية ذكرت اليوم الآخر. الآية الثالثة ذكرت أمر الهداية. الآية الأولى ذكرت ما فيه، ذكرت الذي اعترف به المشركون فسيقولون الله فذلكم الله ربكم الحق. الآية الثانية والثالثة ذكرت مسائل أنكرها المشركون وأفردت لأهميتها، فأفرد إعادة الخلق لأهميته وأفرد أمر الهداية لأهميته، ولم يجمع مع الآية الأولى لأن المشركين لم يكونوا يعترفون بكل توحيد الربوبية. في بعض الكتب قد تجد بعض العلماء يذكر أن المشركين أثبتوا توحيد الربوبية وأنكروا توحيد الألوهية. هم أثبتوا بعض توحيد الربوبية، لكن بقي من توحيد الربوبية مسألة الإيمان باليوم الآخر ومسألة الهداية التي ذكرها الله عز وجل قرينة للخلق. فأمر الهداية، إيه هي الهداية؟ الهداية عن طريق الرسل، يبقى إذن الهداية تساوي التشريع. حتى إن بعض العلماء ذكر في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فاهدنا الصراط المستقيم، ذكر فيها الشيخ عبد الرحمن السعدي أن هذه الآية فيها دليل على إثبات الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، لأنه لا يعرف الهداية إلا عن طريق واسطة الشرع، عن طريق الكتاب وعن طريق الرسول. فأمر الهداية يساوي أمر التشريع، يساوي الأمر والنهي، يساوي الطاعة. فالشرك في الخلق أو الشرك في الهداية يساوي الشرك في الخلق. ولذلك قرن الله عز وجل بينهما فقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال الله في قصة موسى عليه السلام على لسان فرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الله عن إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدي. فالهداية بيد الله عز وجل كما أن الخلق بيد الله. لو واحد مش معترف إن أوامر الله عز وجل ونواهيه ليس فيها الهداية، ده مسألة ثانية، ده شخص يعني له حوار تاني. لكن إحنا بنتكلم عن واحد معترف، هل تعترف أن شريعة الله عز وجل فيها هداية الخلق؟
فيها السعادة للناس، فيها التيسير على الناس، فيها الإحكام، فيها الحكمة والعدل من عند الله عز وجل. فإذا كان ذلك كذلك فالشرك في هذا الأمر كالشرك في الخلق، الشرك في مسألة الأمر والنهي كالشرك في مسألة الخلق، لأن كلاهما من باب الربوبية بنص القرآن. قال الله عز وجل: قل أغير الله أبتغي ربا، والآية الأخرى أفغير الله أبتغي حكما، فحكما زي ربا. إذن الشرك في كونه حكما يساوي الشرك في كونه ربا. توحيد الألوهية يرتبط ارتباطا وثيقا أيضا بمسألة الحكم، من ناحية أن التوجه إلى الله عز وجل في الحكم يدخل في باب العبادات. الله عز وجل يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله ذلكم الله ربي، فجعلها أيضا في الربوبية، عليه توكلت وإليه أنيب، فجعل مرد الحكم إلى الله عز وجل، وجعل ذلك مساويا للتوكل والإنابة إلى الله عز وجل. فمسألة التحاكم تساوي مسألة التوكل، تساوي الإنابة إلى الله عز وجل، كلها لا تصرف إلا لله. سمى الله عز وجل من يطيعون الشياطين في خلاف أمر الله أنهم مشركين، فقال سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نفى الله عز وجل الإيمان عن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالتحاكم إلى الطاغوت لا يجتمع مع زعم الإيمان، مع الإيمان، فيسمى دعوى الإيمان مع التحاكم إلى الطاغوت زعم ليس بصادق في قلب صاحبه. كثير من الآيات ذكرت في مسألة الحكم في سياقات مختلفة، كثير من الآيات ذكرت هذه المسألة في سياقات مختلفة. أحيانا يذكر الله عز وجل أن من أسمائه أسماء تتضمن صفة الحكم، فقال الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال الله عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما؟ وقال: إن الحكم إلا لله. وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة: ولا تشرك في حكمه أحدا. وقال سبحانه: إن الله يحكم ما يريد. فجعل الحكم لنفسه، جعله صفة لله عز وجل، وجعل من أسمائه الحكم وأحكم الحاكمين، حتى يبين أنه لا أحد ينازع الله عز وجل في هذه الصفة. هناك آيات تذكر أن الأمر الكوني يساوي الأمر الشرعي اللي احنا ذكرناه في مسألة الخلق والهداية، مسألة الهداية تساوي الخلق، الأمر الكوني يساوي الأمر الشرعي، كلاهما بيد الله عز وجل. فقال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فما دام له الخلق فله الأمر، فالذي خلق هو الذي يأمر، فالشرك في الأمر يساوي الشرك في الخلق. والآيات التي ذكرناها في قصة موسى وإبراهيم عليه السلام باقتران الخلق بالهداية. هناك آيات فيها وجوب إفراد الله بالحكم، ده غير إخبار أن الحكم صفة من صفات الله عز وجل، لا، وجوب إفراد الله بالحكم، مثل قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل الحكم لله والعبادة لله. فما دام العبادة لله إذن الحكم يكون لله، فالشرك في الحكم كالشرك في العبادة. آيات فيها الحكم، الأمر بالحكم بما أنزل الله، والنهي عن اتباع أهواء المشركين، وسمى
أحكام المشركين أهواء، لأنه ليس عليها بينة ولا حجة ولا برهان. فقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، إلى آخر هذا الربع، الربع كله في سورة المائدة، بداية من قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى نهاية الربع بقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كلها تتكلم عن إفراد الله بالحكم. وسبب نزولها آيات نزلت في اليهود، ومن تبعهم من المنافقين يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. إذا جاءكم الحكم على ما يوافق أهواءكم فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه إن جاء على خلاف ما تريدون فاحذروا. فنزل القرآن بتكفير هؤلاء، تكفير اليهود وتكفير المنافقين الذين تابعوا اليهود على ذلك. ثم الآيات في نفس الربع: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آيات ذكر الله عز وجل فيها من أنواع برضو السياقات المختلفة التي تكلمت عن مسألة الحكم في القرآن، آيات ذكرت أن المشرعين من دون الله عز وجل سماهم الله أربابا وشركاء، فقال: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. آيات أخرى أطلق الله عز وجل فيها اسم الكفر والشرك والظلم على من ابتدع تشريعا يخالف تشريع الله، قال سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء التأخير، كان المشركون يعظمون الأشهر الحرم، كانت بقايا من دين إبراهيم عليه السلام يعظمونها، يعظمون الأشهر الحرم، يعظمون البلد الحرام على تحريف في ذلك. فإذا جاءت الأشهر الحرم امتنعوا عن القتال، فإذا أرادوا أن يقاتلوا احتالوا على ذلك فاستبدلوا الأشهر. يعني مثلا إحنا في شهر المحرم يقولون نخلي الشهر القادم شهر المحرم ونخلي الشهر ده شهر صفر، فيستحلون القتال في الشهر الحرام، هو بغير الاسم بس، إحنا كده في شهر صفر إذن القتال حلال، يقاتلون بعضهم بعض. لكن إذا أتى شهر صفر اللي هو شهر صفر الحقيقي تجد منهم أيضا من يخالف. هي بداية التبديل نفسه من البداية سماه الله عز وجل زيادة في الكفر. شيخ الشنقيطي أيضا يتكلم في هذه المسألة، يقول أن هذا بنفسه سماه الله زيادة في الكفر دليل على أنه كفر فوق كفره، يعني من فعل ذلك من شابههم في ذلك كفر بخلاف الكفر الأصلي. سمى الله من ابتدع تشريعا أيضا أنه أظلم الناس، فقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يعني سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني هذه شريعة الله وهذه شريعتي، مش شرط يقول بلسانه سأنزل مثل ما أنزل الله، يقول هذه شريعة وهذه شريعة، هذه أحكام وهذه أحكام، هذه محاكم وهذه محاكم. فهذه قال الله فيها هذه الآيات. كذلك يقول الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فقارن تحريم الحلال بالعبادة، فتحريم الحلال يساوي الشرك في العبادة. ما عبدنا من دونه من شيء، ما حرمنا من دونه من شيء. وكان نوعي الشرك موجودين عند كفار قريش. النبي عليه الصلاة والسلام
أخبر عن عمرو بن لحي قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار كما يجر كما يدور بها كما يدور الحمار في الرحى. ثم قال إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحام. غير دين إبراهيم بنقل الأصنام من العراق إلى الجزيرة العربية. ثم قال وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحام. إيه الكلام ده؟ بحر البحيرة هذه الأنعام التي حرموها على أنفسهم، أول من ابتدعها لهم عمرو بن لحي. فقارن النبي عليه الصلاة والسلام الشرك في هذا الأمر كالشرك أيضا في العبادة وفي صرف الدعاء لغير الله عز وجل. فتوحيد الحكم يدخل في الأنواع الثلاث: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. وهذا أفضل من أن نقول إن توحيد الحاكمية نوع مستقل ونفصله عن أنواع التوحيد، بل الأفضل أن نربطه بكل مسائل التوحيد بالأسماء والصفات والربوبية والألوهية، بل وما بعد ذلك مسائل القدر يدخل فيها الحكم أيضا، مسائل الرسالات يدخل فيها الحكم أيضا. لأن الحكم ما هو؟ الحكم هو الأمر والنهي، الحكم هو طاعة الله عز وجل. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. بعض العلماء تكلم في مسألة رضيت بالله ربا فذكر فيها أن من مقتضى الربوبية الرضا بحكم الله عز وجل، فتصديق رضيت بالله ربا بل بالانقياد والإذعان لحكم الله. فمن لم ينقض ولم يذعن لأحكام الله وأوامره ونواهيه لم يكن منطبقا عليه هذا القول رضيت بالله رب. ذكر هذا الكلام الدكتور صلاح الصاوي في كتاب قضية تحكيم الشريعة. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله صفحة 37 للي مع الكتاب، يقول لما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. والآيات الدالة على هذا كثيرة قد قدمناها مرارا وسنعيد منها ما فيه كفاية. ثم ذكر سبب نزول قول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أن المشركين جادلوا المسلمين في تحليل وتحريم الذبائح، بعض الذبائح يأكل منها المسلمون، فكانوا يقولون لهم ما لكم تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله. شبهة، يعني الشيء الذي قتلته بيدك تأكله والذي قتله الله الذي تعبده لا تأكله، يعني يريدون من ذلك تحليل الميتة. ما الفرق بين الذبيحة والميتة؟ فنزلت آيات سورة الأنعام وفيها آيات كثيرة تتكلم عن الحكم، من قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وربعين بعدها كمان تتكلم عن الشرك في التحليل والتحريم، وتتكلم عن الشرائع التي اتبعها المشركون في تحليل وتحريم الزروع والبهائم، وسماهم الله عز وجل مشركين لابتداعهم هذه الأحكام. من ذلك مسألة الذبائح، الله عز وجل قال لهم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم
إلا ما اضطررتم إليه، إلى آخر الآيات. القضية ليست قضية أنني قتلت هذه الذبيحة، وإنما القضية قضية أن الله عز وجل أمرني بأمر ما في مسألة الذبائح، أن أنفذ الأمر كما أراد الله عز وجل. وصف الميتة لا ينطبق عليه وصف الذبيحة، إذن لا يدخل في هذا الأمر. ولذلك هذا التفريق تفريق من عند الله عز وجل نفسه، هو الذي أخبرنا أن هذا حلال وهذا حرام، مثل مسألة البيع والربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. المشركين يقولون إنما البيع مثل الربا، ما الفرق بين أن أعطي إنسان 100 جنيه وأخذها منه 150، وبين أن أشتري بـ100 جنيه سلعة وأبيعها بـ150؟ هو كان في ظنهم، في ذهنهم أن هذه المسألة كهذه المسألة، إن يقولون إنما البيع مثل الربا، يعني هو حتى لم يقولوا إنما الربا مثل البيع، لا، هم جعلوا الربا أصل والبيع هو اللي المفروض يكون مثل الربا مش العكس، فسماهم الله عز وجل كفارا، والله لا يحب كل كفار أثيم. كذلك هذه المسألة داخلة في مسألة الحكم أيضا، مسألة رد أمر الله عز وجل، مسألة التحليل والتحريم هي مسألة الأمر والنهي والانقياد لأمر الله عز وجل. يقول الشيخ الشنقيطي أيضا صفحة 40: وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. لما أطاعوهم اعتقدوا أن هذا يجوز، أو أن هذا أمر مباح، أو أن هذا هو العرف السائد، هو تشريعهم الذي يسيرون عليه، فسماهم الله مشركين لذلك. بعدها يقول: ويفهم من هذه الآيات كقوله: ولا يشرك في حكمه أحدا، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرى كقوله: في من اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم، ثم يقول: وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان. فعبادة الشيطان المقصودة اتباع الشيطان في التحليل والتحريم، وليس مجرد فعل المعصية. ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. الشيخ ربط بين كل المعاني الموجودة في الآية، الأمر الذي أراد الله عز وجل فحكمه إلى الله، الحيثيات والمعطيات ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، ثم ذكر باقي الصفات: أنه فاطر السماوات والأرض، أولا أنه عليه يتوكل العبد وإليه ينيب، وأنه فاطر السماوات والأرض، وأنه جعل لهم من أنفسهم أزواجا، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه هو السميع البصير، وأن بيده مقاليد السماوات والأرض، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء، وأنه بكل شيء عليم. فيقول: من يستحق أن يكون له الحكم هو من له هذه الصفات.
فمن ليست فيه هذه الصفات فلا يستحق أن ينسب له الحكم والتشريع. إذن سنخرج في النهاية أن من له الحكم هو الله عز وجل وحده. والشيخ ذكر كلاما شديدا جدا في هذه الآيات بحيث ليس بعده كلام، كلام صريح جدا، كلام شديد. أن بعض الناس لما كنا نتكلم عن مسألة الحكم فيقول أنتم تكفرون بالعموم وأنتم تقولون أن كل من يحكم كافر وكل كذا، الشيخ ذكر كلام أشد من هذا الكلام. ذكر الشيخ الشنقيط رحمه الله صفات من يستحق أن يكون له الحكم. طبعا احنا مش هنقرأ الكلام لكن سنذكر فقرة وما سيأتي على نفس النسق. يقول رحمه الله بعد ذكر هذه الآيات: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه، وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال سابق، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن له مقاليد السماوات والأرض، وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيقه على من يشاء وهو بكل شيء عليم. فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل. لو حد قال الكلام ده يعني باقي الكلام على نفس هذا الكلام، يذكر الصفة ويقول: هل فيهم هؤلاء المشرعين من فيه هذه الصفة؟ مثلا يقول مثلا: ومن الآيات الدالة على ذلك: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول: فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده، وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟ يستدل على أن الله عز وجل يفرض بالعبادة، إذن يفرض بالحكم. البشر هل يفرضون بالعبادة؟ لا، إذن لا يفرضون بالحكم. ومنها قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه؟ بعد ذلك يقول: ومنها قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقول: فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين؟ إلى آخر هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، هو كلام يعني في منتهى القوة. بعد ذلك بعض الناس يقول: الشيخ الشنقيطي كان يقول أن التشريع، مسائل التشريع، لو واحد ابتدع قانون مخالف لتشريع الله أنها كفر دون كفر. بعد هذا الكلام أنه إيه؟ يعني على استدلالا بآية المائدة التي ذكر فيها الشيخ فعلا أن في هذه الآية كفر دون كفر، لكن ليس المعنى، ليس المقصود ما ذكره هنا، وإلا كان تناقضا في كلام الشيخ نفسه. طبعا هنتكلم عن الآية بالتفصيل إن شاء الله، لكن بنبين بس أن بعض الناس قد يذكر عن الشيخ كلام ويقول هذا مذهبه ويغفل باقي الكلام، وقد يصح التوفيق بين الموضعين، يعني الموضعين في كتاب واحد، والشيخ كتب هذا الكتاب وهو يدين لله بهذا الكلام الذي فيه من يظن أنه كلام متناقض. يقول لك: لا، ده الشيخ تراجع عن هذا الكلام. طيب تراجع في نفس الكتاب، طيب تراجع، الشيخ ذكر
في تفسير آية المائدة أنه كفر دون كفر في آية المائدة، لكن دي في آية الشورى بعد آية المائدة. يعني يقول: فهل تقبلون تشريعا من كافر حقير خسيس جاهل؟ دي في آية الشورى، سورة الشورى من السور المتأخرة. فمش لن نقول أن كلام الشيخ متناقض، وإنما هذا له معنى وهذا له معنى بعيد تمام. نذكر إن شاء الله بعد ذلك أنواع الحكم بغير ما أنزل الله. ذكرنا أن الحكم بما أنزل الله مرتبط بكل أنواع التوحيد، وأن الله عز وجل أوجب إرجاع الحكم إليه، وأن له الحكم كما أن له الخلق وله العبادة وله تفويض الأمور وبيده مقاليد السماوات والأرض. مسألة المخالفة في الحكم بغير ما أنزل الله، أفضل كلام ذكر فيها كلام الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين. رسالة تحكيم القوانين ذكر فيها الحكم بما أنزل الله، ومتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، ومتى يكون كفرا أصغر. ذكر هذه الأنواع تفصيليا، وهو يعتبر هذا يعني يعتبر هو الكلام التفصيلي يعني الذي يرجع إليه كثير من الناس. هذه فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم المسماة رسالة تحكيم القوانين. يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم، معلش دي هنطول فيها شوي، يعني ده يعني ايه دي الزبد، احنا دي هنطول فيها شوي. يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله: وقد قال الله عز شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بين الناس بما أنزل الله. وقال تعالى مخيرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم إن جاءوه لذلك، قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. مسألة تشريعات أهل الكتاب: إن جاءونا حكمنا بينهم بما أنزل الله. إن جاءونا كان الأمر للتخيير للنبي عليه الصلاة والسلام، إن جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقابلوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يحكم بينهم بما أنزل الله حتى ولو كانوا غير مسلمين. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فاحكم بينهم بالقسط يعني بحكم الله، فحكم الله فيه القسط، فلا يجوز أن يدعى أن هناك عدل أو رحمة أو حكمة أو قسط في خلاف حكم الله. كما قيل يعني بعض الناس الذين يقولون المهم العدل، ما دام وجد العدل فهذا يرضى الله عنه. لا، يرضى الله عما شرعه، ما شرعه الله هو العدل، وما لم يشرعه فليس بعدل وإن ظنه الناس عدل. والقسط هو العدل، ولا عدل حقا إلا حكم الله ورسوله، إلا حكم الله ورسوله. والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل كافر مطلقا. كافر مطلقا يعني اسمه كافر، وبعدين قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر، بس المهم هو اسمه في النهاية كافر.
ده معنى كلام الشيخ، إن هو مدام أطلق الله عز وجل عليه اسم الكفر فلا بد أن نطلق عليه اسم الكفر، وبعد ذلك ننظر هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر. يقول: بل كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ينقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. طبعا الكلام الشيخ يدل على أن حتى الكفر الأصغر يجوز أن يطلق على صاحبه اسم كافر، والذين يجوزون ذلك يقولون أنه لا فرق بين اسم الفعل واسم الفاعل، لا فرق بين كفر وبين كافر ما دمنا نتكلم عن النوع وليس العين. وقد ورد ذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. في رواية ثانية: فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. في رواية ثالثة صححها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان يقول: فإن كان كذلك وإلا كان هو الكافر. ففي حديث واحد في روايات مختلفة ذكر باء بها وذكر الكفر وذكر الكافر، وكلها في النهاية يرجع إلى الكفر الأصغر. كذلك لما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو عبد الله بن عمر عن إتيان المرأة في الدبر فقال لسائله: تسألني عن الكفر؟ تسألني عن الكفر؟ إن بعض الناس بيعتقد أن الكفر المعرف بالألف واللام فهو كفر أكبر مطلقا، وليس بصحيح، بل غالبا وليس مطلقا. ينظر في الأمر، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، لأن حديث ذكرناها فقد باء بالكفر، والذي قال تسألني عن الكفر، والمرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وطالبت أن تختلع من زوجها فقالت: لكني أكره الكفر في الإسلام أو أخشى الكفر في الإسلام، كفران الزوج، فسمته الكفر في الإسلام. والذين ولا بلاش مسألة ترك الصلاة، بعض العلماء لما ذكر أن ترك الصلاة كافر كفرا أكبر بدليل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا هذا الكلام أن الكفر المعرف بالألف واللام يطلق على الكفر الأكبر بغض النظر عن الاستدلال عن أو عن المسألة هل هي كفر أكبر أو كفر أصغر، إلا أن هذا الاستدلال فيه نظر. نفس الكلام: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الذي يقول أن هذا كفر أكبر مطلقا خطأ، والذي يقول أنه كفر أصغر مطلقا خطأ، بل فيه كفر أكبر وفيه كفر أصغر، وهذا ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فمسألة الكفر المعرف بالألف واللام، والظلم المعرف بالألف واللام، والفسق المعرف بالألف واللام، يحتمل منه ما هو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر، ويحتمل ما هو كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر. يقول الشيخ رحمه الله: أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع. كفر الاعتقاد يقصد به الكفر الأكبر، يقصد به الكفر الأكبر، مش معنى يقصد به أنه كفر اعتقاد مهما فعل الشخص ننتظر حتى ننظر مع اعتقاده، ومش هنعرف اعتقاده إلا لما يصرح بلسانه. ده مش معنى كلام الشيخ. معنى كلامه أن هذه الأنواع داخلة في كفر الاعتقاد. هذه الأنواع ذكر ستة أنواع من الكفر الأكبر في الحكم ونوعا من الكفر الأصغر. الأنواع الستة كلها
إما راجعة لتكذيب الأمر، لتكذيب الخبر أو لرد الأمر، إما راجعة لتكذيب الخبر أو لرد الأمر، يعني راجعة يا إما للتكذيب أو للرد أو للاستكبار أو للإعراض. معنى الكلام أن هذه الأنواع الست دالة على انتفاء إما التصديق أو الانقياد، ولذلك كانت كفرا أكبر. النوع الأول يقول أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي. رواية عن ابن عباس في التفسير أن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون يقول جاحدة، يعني ومن جحد حكم الله ده معناه يبقى كفر إيه؟ كفر أكبر. يبقى الآية محمولة على الكفر الأكبر لو كان فيه جحود، يبقى ده نوع، لكن لن نقول إن الآية مطلقة في الجحود. الإنكار، التكذيب. يقول أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. نحن نتكلم عن المسألة كنوع بغض النظر عن الشخص، من جحد حكم الله، من أنكره كافر كفر أكبر مخرج من الملة. من يزعم أن الدين ليس فيه حدود أصلا، حكم معين ليس من الدين، أو أن الدين عبادات فقط، أو أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، دين ما فيهوش سياسة. طبعا احنا نقول الكلمة نفسها، لكن الشخص بينظر فيه في الجهل والتأول والخطأ وغير ذلك من موانع التكفير. طبعا الناس يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، نحن ننزه الدين عن السياسة الغربية، بنبين له ان ده خطأ، لكن لا يكون بهذه الكلمة بهذا التأويل كافر. وإنما من يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وأن الدين في المساجد فقط، وأن الدين علاقة بين العبد وربه، وأنه لا حدود في الإسلام، وأنه إذا أتاه أحكام من أحكام الله عز وجل مثل المعاملات، أحكام البيوع مثلا والربا وغير ذلك، مسائل الحدود، مسائل إقامة حد السرقة أو حد الزنا أو غير ذلك، ينكر هذا الحد جملة، فهذا حكمه الكفر كفرا مخرجا من الملة. ده النوع الأول، وده متفق عليه. النوع الثاني ألا يجحد حكم الله، هو يعترف بأن هذا الحكم هو حكم الله عز وجل. ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، حقا يعني من عند الله، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع. يقول الشريعة الإسلامية ما عادت تصلح، الشريعة الإسلامية كانت تصلح في القرون المتقدمة أما الآن ما عادت تصلح. يقول أن الأحكام الوضعية أفضل، مناسبة لظروف الناس، يقول إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. يعني يقول لك أن الأحكام القوانين الوضعية أفضل من الشريعة أصلا، وأن الشريعة كانت تصلح في مجتمع معين من مجتمعات البدو، لكن الآن ما عادت تصلح مطلقا. أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث، يعني الشريعة مناسبة لبعض الأحكام فقط، لكن بعض الأحكام الأخرى لا تناسبها الشريعة مثل قطع يد السارق وغير ذلك. إحنا بناخد بالشريعة في الأحوال الشخصية ينفع، لكن في غير كده لا، مش معادش يناسب. إحنا الأيام دي بنتكلم عن سارق لابد أن نبحث عن ظروفه النفسية، قد يكون لماذا سرق ولماذا قتل، وقد يكون هو معذور
وقد يكون المجتمع هو اللي جنى عليه كل ده هروبا من حكم الله عز وجل. يقول هذا أيضا لا ريب أنه كافر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. طبعا كلام شديد. وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، الظاهر يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فيقال على الأظهر ظاهر ويقال على القول الآخر مؤول. استنباطا مسألة تحتمل قولين يستنبط منها حكم ليس أحدهما أولى من الآخر. الفرق بين النص والظاهر، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطع اليد. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إقامة الصلاة ومواقيت الصلاة. الظاهر بيحتمل معنى أظهر من الثاني، هي فيها معنيين لكن في واحد أظهر من الثاني، واللي أظهر من الثاني ممكن يختلف بالنسبة للشخص، ممكن يكون عندي الظاهر قول وعندك الظاهر خلافه. تمام. يقول علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبه أو عدي من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة. هم ظنوا الاجتهاد يعني شوف الناس عايزة إيه، شوف المجتمع وتطورات المجتمع، وبعد كده استنبط حكم جديد، وليس هذا هو المقصود بالاجتهاد، وليس هؤلاء هم أهل الاجتهاد، وإنما الاجتهاد أولا هو الذي لا يخالف النص، ثانيا من يجتهد هو العالم بالأحكام الشرعية مع علمه بالواقع، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه. طبعا في هذا الموضع فيه كلام للأستاذ سيد قطب، كلام قوي جدا مذكور هنا، يعني هو مذكور يعني نكتفي بذكره في الهامش فقط. طبعا كلام الأستاذ سيد قطب كان بيتكلم عن واقع الناس جملة بغض النظر عن تفصيل أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، ولذلك لا يؤخذ كلامه كله فيبنى عليه تفصيل هذه القضية، لأن ممكن يفهم من كلامه أن كل أنواع الحكم داخلة في الكفر الأكبر أو غير ذلك، لكن هو ليه كلام قوي جدا في الواقع اللي كان موجود وفي الواقع الموجود حاليا أيضا. يعني تكلم هو في هذه المسألة كثيرا. يعني يقول الشيخ: وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبه فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية، أو ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله ورسوله. جنس المصلحة، المصلحة نفسها تحرص على حفظ الدين، بيستصحب هذا الأمر في الحكم المستنبط، مش أي حد هيستنبط ومش أي حد هيجتهد. مسائل الاجتهاد والاستنباط مردها إلى العلماء بالأحكام الشرعية. يقول: ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد. تكلم حد منهم عن مسألة تطبيق الشريعة يقول لك كلنا عايزين تطبيق الشريعة، مين اللي مش عايز الشريعة؟ بس انتوا اللي فاهمين خطأ. يقول لك: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دي مش معناها قطع اليد، معناها انك تعوروا،
إزاي؟ لأن الله عز وجل قال وقطعنا أيديهن. وقطعنا أيديهن مش معناها أنها قطعت يدها حتى فصلت اليد عن باقي الجسم، وإنما وقطعنا أيديهن معناها وجرحنا أيديهن. فإذا فاقطعوا أيديهما معناها عوروه. طبعا ده ايه ده تأويل، ده الكلام ده قيل يعني، ده تأويل، ده دي التأويلات اللي هي يقال التأويلات الباطلة أو التحريف يعني، أو التأويل غير السائغ. والتأويل غير السائغ بيختلف حكمه، قد يكون كفر، قد يكون بدعة، وقد يكون ما دون ذلك. لكن في تأويل سائغ، تأويل السائغ اللي هو بأدلة. لكن واحد ده معنى كده ده هو أهمل السنة خالص، إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد المرأة المخزومية، وهو اللي كانوا بيشفعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة، عشان النبي كان عايز يعورها بس، ولا علشان قطع اليد؟ فمسألة هذه التأويلات، ده أحد العلمانيين الذين قالوا هذه التأويلات. في تأويلات تانية يعني، ممكن يقول إن مسألة السرقة يعني مع قطع يد السارق، بس من هو السارق؟ وما تعريف السرقة؟ ومتى يجب القطع؟ نقول لك خلاص نتفق على تعريف للصدقة، قول أنت تعريف للسرقة. قول لك لا هنختلف، طيب قول أنت تعريف، لا هنختلف. ماشي، في النهاية يعني حتى لو قلت له أنتوا هتطبقوا الشريعة بس ادونا الحدود، طبقوها أنتوا، وعرفوا أنتم السرقة، وعرفوا أنتم متى يطبق الحد، وطبقوا أنتم الشريعة. بلاش المتشددين المتعصبين اللي فاهمين الشريعة خطأ. طبعا هم حاليا يقولك حاليا هذه الأيام أيضا يقولون أزهر إيه وبتاع إيه، ده أزهر، الأزهر يتكلم في على المنابر والكلام ده، لكن مسائل الناس خلاص لأن الأزهر ما يتكلمش. في الأول كانوا لك الأزهر ده إيه، الأزهر كله إلا الأزهر، ويا سلام الأزهر يطبق الشريعة بعيد عن الناس المتشددين. حاليا لا، الأزهر ما يتكلمش أصلا في المسائل الحقوق المدنية للناس. الأزهر يتكلم، الشيخ الأزهري يتكلم عن خطبة على المنبر، يتكلم عن الصدق، يتكلم عن الأمانة، يتكلم عن مثلا العدل، بلاش العدل، يتكلم عن أي شيء تاني يعني، حتى ممكن يمنعك من الكلام من مصطلحات معينة. فهم رافضين أصلا هذه الأيام الرجوع للأزهر أيضا. فمن يريد تطبيق الشريعة من العلمانيين الذي يصرح يقول أنا أريد الشريعة، في نهاية ليه يهرب؟ طيب ده في النهاية الذي يهرب من تنفيذ هذا الحكم بالتأويلات الباطلة، هذه التأويلات لا تمنع من إقامة الأحكام عليها. يعني هذه التأويلات، تأويل نفسه ممكن واحد يتأول أي تأويل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني منزلة اليقين، يعني بعد اليقين ما تعبدش. طب ما ده تأويل، تأويل مثلا إن الجماعة القرآنيون مثلا، تأويلات القرآنيين إن هم يفهم القرآن الصلاة بمعنى الدعاء، إن الواحد يقف شوية كده ويدعي ربنا وخلاص هو كده صلى بس، لأن هو ينكر السنة جملة. فمش كل واحد سيؤخذ تأويله حتى يكون فهما للأحكام الشرعية، بل يجمع الكتاب والسنة حتى ينظر أحكام الله عز وجل فيها جملة. ولذلك مسألة عدم الأخذ بالسنة أيضا داخل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في منزلة الأدب في مدارج السالكين، أن من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ألا تستشكل الآراء لقوله، وألا تقدم الأقوال على قوله، وأن تعارض نصوص النبي عليه الصلاة والسلام بالأقيسة البشرية. فلذلك حتى قد يكون الذي يرد السنة، رد السنة بيختلف برضه، قد يكون كفر أيضا. يعني رد الحديث المتواتر كفر، رد الحديث الأحاد بدعة، فرد السنة أصلا داخل في الحكم بغير ما أنزل الله.